وناخد أول سؤال معانا. معانا الأستاذة أمة الله من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ فضله نعم الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل حضرتك في حاجة تخصني. أنت بتقول على المصلحة الزوجية. أيوة يا ستي. أنا وزوجي يعني احتمر عدم الاهتمام بيا خالص. انت ومين؟ عدم الاهتمام بيا عامة خالص. يعني زوجك مش مهتم بيكي خالص؟ لا لا، يعني عملت كذا مشكلة بسبب الموضوع ده، وحالي الناس تغلطوا، وهو برضو اللي في دماغه في دماغه. لو اسأله على حاجة يقول لي متجوزين بقالكم كام سنة؟ نعم، متجوزين بقالكم كام سنة؟ بقالنا 20 سنة. طيب وانتوا كنتوا متجوزين زي ما بيقولوا عن حب ولا جواز تعارف؟ لا، هو يعني كان الاول يعني يعتبر زواج اهالي وكده، وبعد كده يعني انا بالنسبه ليا بقى شريك حياتي خلاص، كنت لازم ان انا احبه وكده. كان هو بقى قدر يعني. هو من يمنيته يعني، الله اعلم بقى اللي كان في ضميره. حتى ان يعني انا عرفت منه عندكم ولد وبنت. عندكم ولد وبنت وبعدين؟ ايوه، وتملي مختلف معايا، ولا عمره شاركني في اي حاجه تخصني ولا تخص اولاده. مثلا اعمل كذا يقول لي انا ماليش دعوه، اعملي اللي تعمليه. طب ولادك محتاجين كذا، انا مالي مالي ومال العيال، انا في شغلي ولا هتبه للعيال. انا مش عارف، كل السكه كان بيقفلها طيب في وشي. سؤالك فين يا استاذ يا استاذ امه الله؟ فين سؤالك؟ سؤالي ان انا دلوقتي ربنا اراد ان حكم عليا سرطان، يعني حكم عليكي بايه؟ انا مريضة سرطان. طيب يا فندم ربنا يجمع لك بين تمام الاجر والعافيه يا ستي والله. الله يخليك. الله يخليك. طبعا هو يعني شبه اعتبر بعد كمان مرضي ده، اعتبر شبه ان هو تاركني خالص، لدرجة إن ممكن يقعد بالأسبوعين ثلاثة بالشهر ما يقوليش أنت مالك حتى. كنت طيب. باخد كيماوي وأروح وآجي، ما فيش مرة حتى اتصل عليا وأنا في المستشفى وكده يقول لي أنت عملت إيه ولا وصلت فين ولا أي حاجة. لدرجة إن إحنا عايشين في مكان واحد، بس إحنا عايشين في بيت العيلة. لدرجة يا شيخ والله أنا آخر ما زهقت، أنا سبت البيت بسبب عدم اهتمامه. أنا كانت نفسيتي بتتدمر كل يوم عن التاني بسببه. فرق السن كام؟ فرق السن بينكم كام يا أمة الله؟ نعم، فرق السن كام سنة؟ لا احنا بندور بعض. طيب أنا أكلم حضرتك أقول لحضرتك إيه السبب. في الغالب ده الأزواج اللي هم بيتجوزوا الزواج اللي هو الزواج التعارف، بيبقوا محتاجين لما ييجوا يتجوزوا في الغالب شحنات عاطفية أعلى، لأن متجوزين عن حب بيبقى عندهم حاجة زي القصور الذاتي كده، هم محتاجين إن هم يفضلوا على نفس مشاعره. لكن اللي بيتجوزوا جواز تعارف دايما بننصحهم إن هم يحاولوا بقدر الإمكان إن هم بسرعة يقربوا من بعض. يعني إيه بسرعة يقربوا من بعض؟ يكونوا موجودين مع بعض في نفس المكان. ليه طيب؟ لأن في بعض الأحيان بيحصل بسبب الكلام الكتير اللي بيقولوه الناس عن الجواز، بيحصل ما يسمى بإحساس الفراغ الزواجي. إحساس الفراغ الزواجي اللي هو إيه؟ إنه يحس بعد ما اتجوز إن مفيش حاجة في حياته اتملت. ليه؟ هو كان مستنى عاطفيا إن هو يمتلئ عاطفيا فما يمتلئش. طب إيه سببه؟ سببه إن الطرفين الزوج والزوجة بيبقوا منتظرين ان حد فيهم يبادر باعلان المحبه والعواطف. انا اظن اللي حصل بينكم كده. مع حاجه تانية يا امه الله، انا طبعا يعني انا بدعو الساده المشاهدين، وانا ادعو لك ان ربنا يجمع عليك بين تمام الاجر والعافيه. بس هو واضح ان زوج حضرتك هو شخص قريب منك في السن، فانت كنت بتقومي بدور الام، فهناك قدر من اللوم والشكوى اللي حضرتك بتعبري عنها، والدليل على ذلك ان انت جبتي له حد يعرفه غلطه، وهو
شخصيته لا تتناسب مع ده. فاحنا محتاجين نروح لخبير. يعني اتفضلوا بعد اذن حضراتكم تعالوا لي على مركز الارشاد الزواجي. ليه؟ لان انتوا بسرعه محتاجين لخبير. ليه؟ لان واضح ان انتوا الاثنين مارستوا مع بعض النقد واللوم بقدر كبير جدا جدا، وادخلتوا ناس زودت من جرعات اللوم عليكم بما فيها التغليط وما فيها التغليظ عليه، بما جعل صدره يوغر، بما يوغر صدره وخلي الفجوه تزيد. وعشان كده احنا محتاجين حد يشيل الفتيل اللي بينكم، وبعد كده ايه اللي حاصل؟ يجيب الشخص ده ويجيب الشخص ده اللي هم بقوا في شقاق، كل واحد بقى في شق، ويحاول يعمل جسر بينهم. وان شاء الله ده ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا اليه. فلو بتسالين نعملوا ايه؟ تعالوا لنا ان شاء الله يكون كل خير وبالتوفيق وبالسداد ان شاء الله. وان شاء الله انا والساده المشاهدين ندعو لحضرتك ان ربنا يجمع عليكي من بين تمام الاجر والعافيه.